السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة القاطع للأسماء. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا. مقدم الحلقة حسام شاكر، مشاهدة ممتعة. نقدم لكم اليوم معنى اسم مجد. أصل الاسم عربي، اسم علم مؤنث ومذكر، أصله عربي يعني العزة والرفعة والكرم والشرف، يعني أيضا الأرض المرتفعة كالنجد ومجد بن تيم الأدرم من السيدات الجاهلية. من الأسماء المشابهة لهذا الاسم أمجد، أمجاد، مجدي، وكلها تحمل نفس المعاني وتدل على العزة والسمو والرفعة. وينتشر هذا الاسم في كل الدول العالم، فهو محبب لدى الكثير من الآباء لما يحمله من معاني تدل على العزة والشرف والعلو. من صفات حامل هذا الاسم الثقة في النفس وحب الغير، فهو شخص طموح وصلب لا يثنه شيء عن تحقيق أهدافه. مع خالص التحيات لكم قناة القاطع للأسماء. شكرا للمشاهدة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتكبر عائلتنا بتواجدكم معنا. كان معكم حسام شاكر، ودمتم بخير.